المسابقه الحمد لله مفتوحه فوجه الرجال فوجه العيالات، اي واحد بغى يشارك مرحبا به. للاسف غادي نقول للاسف ماشي كبيره صغيره، ان بصح كانوا المشاركين اللي كثار هما نساء، دونك هادشي علاش يعني احصائيا ملي كيكون المشاركين كثار نساء اللي كيتهزوا راه هما نساء، ما كاينين الرجال غير هما قلال. وكنتمناو ان شاء الله في المراحل القادمه نلقاو في مدن اخرى شي راجل اللي يقدر يمثل الرجال. بالنسبه للناس اللي بغاو يشاركوا معنا في النسخ الجايه، لان هذه غير البدايه ان شاء الله، ما عليهم الا يبقاو يعني متابعينا على الموقع ديالنا www.rdvgourmand.ma، باش منين يتفتح الاجل ديال التسجيل غادي يبعثوا لنا بالوصفه ديالهم، وكيتم المرحله الاولى اننا كنختاروا الوصفات اللي يعني كتبان لنا احسن الوصفات، من بعد كتكون نصف النهائي هي اللي كتدوز في المدن بصفه جهويه، ومن كل جهه كنختاروا واحد الشخص اللي هو غيكون ولا متسابقه اللي غيكون هي الفائزه، باش كيمشيو للنهائيات ان شاء الله، والمتسابقين اللي غيوصلوا للنهائي كلهم الحمد لله غادي يكونوا رابحين سواء معنويا او لا ماديا، يعني كلهم عندهم جوائز. شكرا للا مولاتي بوانيت، شكرا للقراء والمشاهدين، ونتسناكم دائما معنا.